أعزائي المشاهدين، تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم بأجمل وأرق تحية، وأقدم لكم هذه الحلقة وعلى الهواء مباشرة من فضائية سامراء برنامج العائلة العراقية، برنامج هموم الناس. اليوم الخميس 13 تشرين أول 2016. الحقيقة أعزائي المشاهدين، عودكم دائما هذا البرنامج على المتابعة اليومية لكل أحوال النازحين والمهجرين، وأيضا المتابعة للعوائل التي لديها معاقين. والحقيقة نتمنى إن شاء الله أن تكون هناك مساعدات فورية لكل الأخوة اللي تصل إن التقارير كعوائل الحقيقة محتاجة وتحتاج للكثير. طبعا في البداية إحنا حقيقة مبارك للانتصارات اللي تتحقق بإن شاء الله تحرير مدينة الحدباء الموصل الحبيبة، وتحية لكل قواتنا المسلحة والقوات الأمنية، وأيضا لأمن الحشد لواء 51 وكل الأخوان في الحشد العشائري والحشد الشعبي وكل المقاتلين اللي يسعون أنه حتى يصفى العراق من كل براثم الأعداء وداعش. الحقيقة احنا نتمنى ان شاء الله بهاي الأيام القليلة القادمة أن يعم الأمن بعراقنا وتنتصر كل قطاعاتنا على الظلم. والحقيقة الآن أكو كثير من يعني التوتر بهذا الموضوع، نقولهم إن شاء الله يعني الله سبحانه وتعالى ما راح ينسى عبده، والأمور إن شاء الله تسري بالصورة الصحيحة. أعزائي المشاهدين، إحنا اليوم الحقيقة عندنا عدة فقرات برنامجنا اليوم، حتى ما نكون إحنا دائما بعيدين عنكم، راح تكون اتصالات وعندنا تقارير، وأتمنى أن يكون برنامج هموم الناس دائما معكم، ونروح نشوف كل العوائل ونجاوب عن كل الأسئلة ونحاول أن نبعثها إلى من يهم الأمر. والحقيقة إحنا دائما نتكلم هذا الكلام، نقول إحنا نفرح من نشوف أمور إيجابية تحقق للمواطن ما يريده، وأيضا نزعل والله من نشوف أمور سلبية وما يعني ما بها يعني أمور نحو التقرب الحل. نتمنى إن شاء الله من المسؤولين، من الناس اللي تريد تخدم هذا الوطن، أنه يشوفون حال الناس وحال المهجرين والفقراء. إذن ابقوا يا أعزائي المشاهدين، وحلقة جديدة من هموم الناس. إذن أعزائي المشاهدين، مرحبا بكم مرة أخرى. نتمنى إن شاء الله ما راح يبقى نازح ومهجر إلا أن يرجعون بسلامة إلى كل مناطقهم وبيوتهم إن شاء الله. الحقيقة يعني الآن أكو بداية إن شاء الله لعودة النازحين بالرمادي والفلوجة، مناطق الشرقاط، قيارة، يعني الحقيقة إن شاء الله أكو بالتناوب هذه العوائل دا ترجع إن شاء الله، مع كثير من الحق اليوم الحقيقة بشرونا بتنظيف وترتيب وطرد كل الدواعش من الطريق اللي يربط بين حديثة وقضاء بيجي، وهاي بشرة خير إن شاء الله. والآن أصبحت مناطق الرمادي وهيت و يعني الحواليها كلها إن شاء الله محررة، وما بقت إلا إن شاء الله مناطق قليلة في الرمادي، ويكون داعش خالي أو الرمادي خالي من داعش. أيضا أعزائي المشاهدين، إحنا دائما نكون مع مواطننا من خلال تدرون يعني برنامجنا صار كل يوم خميس الساعة 7، من خلال يعني أسبوع كامل نتلقى اتصالات ونسجلها، الناس دا تسأل على بعض الأسئلة نحاول أن نجيب من خلال الحلقات، يعني اتصالات عن يقولون أنه أكو مبالغ راح توصل إن شاء الله أو وصلت بدوا ينطوها للنازحين اللي هي 4 ملايين. الحقيقة إحنا سمعنا هذا الخبر، نتمنى إن شاء الله أن نأكده أنه أكو مبالغ راح ينطوها للنازحين اللي خاصة اللي رجعوا، طبعا هذه المبالغ اللي يسموها للعودة إلى اللي رجعوا إلى مناطقهم. أيضا أسئلة كثيرة عن البطاقات الذكية و مشاكل البطاقة الذكية، أكو ناس لحد الآن ما صدرت لها بطاقة، وأكو ناس تسأل على المبلغ، إن شاء الله راح نجيب عليهم خلال الحلقة. أعزائي المشاهدين، الحقيقة حتى قبل أن نفتح اتصالات، يعني إحنا برنامجنا شوف من كل الأخوة الشبكة المراسلين الموجودين بالعراق،
انه يعني نشوف اكو قصص، كل قصه تختلف عن قصه. يعني الان هذا العراق باعلاميين، بفنانين، بسياسيين، عراق دوله، يعني المفروض كل شريحه من هاي الناس يعني اكو اهتمام لها. الاعلاميين يهتمون بنقابه الصحفيين الاعلاميين، يعني اكو الحمد لله دا تطلع قوانين جديده، طلعوا قوانين الان الشهداء الصحافه والشهداء الاعلاميين اللي يحسبوا لهم رواتب، هذا هاي بشرى خير. يعني زميلنا خطاب القصاب ذهب الى مكان الحقيقه لقى هذا الشخص، هو فنان عراقي الحقيقه، مطرب عراقي بالتسعينات اللي هو ياسر البصري. هذا الرجل يعني تعرض الى حادث اثناء مجيئه من بغداد الى اربيل بال 2009 2010، سببت الى حادث ونام تقريبا سنه ونصف في مستشفى اربيل، يعني تعرض الى حاله انه تاذى من عندها. طيب هنا خلينا نقول الاهل الاخوه ماك احد او اوهم له، هنا المفروض اكو نقابه الفنانين، شوف ذول الفنانين المطربين اللي وياه. الحقيقة فضائية سامر إن شاء الله حريصة أن تزور كل هذول الناس في سبيل عرضهم إلى من يهم الأمر، وبالتالي نخلي فد شيء من الاهتمام لكل الطبقات الموجودة بعراقنا سواء الإعلاميين الصحفيين. زميلنا خطاب القصاب زار هذا الفنان، والحقيقة إحنا نتمنى أن تكون مساعدة له من خلال فضائية سامر ومن خلال برنامجنا. خلي نروح وياكم نشوف تقرير زميلنا خطاب القصاب. أهلا وسهلا بكم مشاهدي ومتابعي قناة سامرة الفضائية. برنامجنا هموم الناس، يومية نروح البيت عائلة، نروح إلى مخيم، نروح إلى نازحين، نروح إلى عوائل متعففة، نزورهم، نوصل صوتهم إلى السياسيين، إلى الدولة والحكومة جميعها. لكن اليوم قضيتنا راح تكون قضية مختلفة، قضية فنان عراقي إلى اسم إلى صيت، الفنان ياسر البصري. يما يا 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 يما حبيبة يا يا شينا عن ياسر البصري، شلون صار هيك بياسر؟ شو وصل ياسر لهيك حاله؟ ياسر قاعد بهذا المكان اللي هو كله دراجات ودهن وينام هنا. مو زين هذا المكان، نام كرفان بالعلاوي. كنت رايح حفله بهالسنه 2009 2010 مال راس السنه بربيل، فسائق دا يشغل البي ام كان يدعم سياره تاكسي صفرة سوبر، رغم انه انا افترض بي ام كان قابل الوادي انا السائق، موجوده الصوره عندي منه مع سياره. فصار لحد بي نيموني مستشفى بربي سنه ونص انا فاقد الوعي، فالدكتور قال له حيموت هذا اذا بقي هيجي ترى يموت، فتحوا لي هاي الفتحه منها تروح ضربه الأوتار الصوتية. قال لي الدكتور تين ذا تقدر تحكي بعد، يعني ضربناك الأوتار الصوتية بعد بعد ما تقدر أي شغلة تمارسها.
اول اغنيه كانت الصافنه على الخد ب 93. انا خدمت الاغنيه وهيثم خدم ناسه بحالي، وانا تقدم ما اتذكر يا اغنيه صراحه حسن تسنى عنها مغنم زين. الفنان صلاح حسن ما يدري بحالتك، ما يشوفك جاك ذاك يوم خبرني سن عني كل بين مده ومده يخابرني. قدموا لك مساعده؟ لا والله المساعده قدم لي اياها المطرب عماد الريحاني، نواس محمد جواد اموري. لحد هسه هم يزورك ويسوون عليك نواس ما يقدر لان بربي اللي عنده استوديو. اي عماد هم متقيد مسافر بعمان ما ادري ويا دوله. زين ما تقدر انه تروح يمهم يجون عليك تقدر مثلا تلحن تسوي شيء؟ وين ما اقدر، انا عازف عود عازف ورق عازف اكورديون كلها خربت ايدي ما اقدر اعزف. حنان وهيثم مهند محسن صلاح حسن علي جوهر علي عيساوي ما اتذكر بعد وجلا خورشيد وصابع محمود. من داريك هسه هنا بهذا وضعك؟ من ايش قاعد تشتغل؟ من قاعد تجيك الفلوس؟ والله اصدقائي يساعدوني، ما عندي ما لا راتب عندي وكل شيء ما عندي. نخاف فنانين يعافوني بلا راتب الرعاية مهما سووا لي. ان شاء الله يرجع صوتك ان شاء الله وايديك ويرجع صوتك الحلو وترجع تغني، وما تحتاج اي احد وسلم الناس بيد الله اللي باعوك. ماكو غير الله. شكرا جزيلا لك يا صاحبي. شكرا لزميلنا خطاب القصاب على هذا التقرير، واتمنى ان شاء الله ان يشوفون هذا الفنان. الحقيقه ان شاء الله فضائيه سامراء ما نستك وبرنامجنا ان شاء الله ما راح ينساك، وكثير من الناس الخيره تحب ان تساعدك وتساعد كل الناس اللي مثل حالتك. اعزائي المشاهدين الحقيقه اتمنى من زميلي المخرج الان يفتح لنا اتصالات قبل ان نروح للتقرير الثاني، لانه الحقيقه ناس يعني الان تريد تتصل بينا ويرسلوا لي على الموبايل يعني يقول مدى نقدر نتصل. لا ان شاء الله برنامجنا موجود والاتصالات مفتوحه الان اعزائي المشاهدين امامكم حتى ان شاء الله نجاوب عن كل الاسئله. ايضا اعزائي المشاهدين اكو اتصال باسم، حياك الله اخويا باسم. تفضل اخي العزيز. استاذ وليد عندك البطاقه الذكيه؟ نعم. صالح انا من طلعتها؟ طلعت لو ما طلعت؟ طلعتها من الموصل، كنت معتر بالرياض ورحت للموصل، طلعتها من الموصل ورحت التكريت اسويها التكريت وخليت في كتاب من دارس الدول المهجرين. نعم. ووجدت لهم كتاب وكان ورا ساعه ساعتين من الزحام، كان كل الموظفه خابرونا من بعد وقفوها؟ ايه قالت خابرونا من بعد قالوا وقفوها هسه شهر اخر. انت بالبدايه كنت مسويها من الموصل؟ سويتها بالموصل وقابل بغداد يقولوا لي في حاله اجي احكي المصارف وكلهم بيها فشل. اخي العزيز باسم الله يحفظك، احنا يعني ببرنامج هموم الناس ناشدنا اكثر من مره على هذا الموضوع، وكل الناس الان تسمعني اللي اتصلوا بينا، الحقيقه بفضل الناس الخيره بعض الاخوان الموجودين في دائره الهجره، حقيقه اصبح قرار يعني واضح انه كل واحد صدر بطاقه من الموصل سووا له بطاقه جديده ولغوا ذيك البطائق، انت وين كنت؟ والله استاذ وليد كله سويت انا كتاب من دائره الهجره والمهاجرين. نعم كان يقول له روح على الكركوك، لو تروح لبغداد تروح التكريت، كان تفتح التكريت واروح. انت حاليا وين حاليا انت؟ حاليا
حتى ما سويت والله استاذ وليد، رحت التكريس السنة ساعتين ثلاثة الموظفة تقول خبرانا من بغداد سدوها. أنت الآن وين ساكن؟ أنا ساكن بالبو عجيل استاذ وليد. بالبو عجيل، يعني ما موجودة بتكريت؟ إذا ما موجودة روح السامرة. تمام، أمر استاذ وليد. انت هلا اخوي العزيز، انا اشكرك اشكرك. رافد، حياك الله اخوي رافد، تفضل. السلام عليكم استاذ وليد. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اخي استاذ وليد شلونك وصحتك امورك؟ الله يخليك يحفظك، اذا انتم زينين احنا زينين. استاذ وليد انا من مخيم عاشتي، شنو القبيله تبين بعد لا مريت علينا؟ مخيم عاشتي، احنا الحقيقه ان شاء الله نجيكم، احنا شويه صار عندنا ظرف، والإنسان تدري معرض إلى ظروف، الحمد لله والشكر إن شاء الله أزمة وعدت، إن شاء الله راح نجيكم وإحنا وياكم. احكي لي على وضعكم، شلون مخيم آشتي؟ والله يا أستاذ وليد بخير الحمد لله، بس شو قالوا راح ترجعون هالوقت وشو بعد لك ولا رد؟ لا يعني مخيم آشتي حتى الناس تعرفه ونفسه مخيم عربت. إيه نفسي أستاذ وليد، مخيم آشتي مال عربت. أكو عوائل رجعت إلى يثرب لو بعد؟ والله يا استاذ احنا غير متابعين قناه سمره ونشوف على قناه سمره، والله احنا ما نعلم، نوبات يقول راح ترجعون ونوبات ماكو ما عرفنا. الحقيقه هي شوف قناه سمره في كل برامجها نشراتها الاخباريه متابعه هذا الموضوع، لكن احنا اتمنى ان شاء الله انه تكون رجعتكم بامان، احنا هذا اهم شيء، يعني رجعتكم يا اخي العزيز بامان، مو رجعه ومن وراها مشاكل وبعدين الناس ما تعرف وين تروح، يجوز ما يدخلوها النوبه الاقليم. فان شاء الله يعني احنا بالزايد ان شاء الله شهر شهرين تنتهي كل المشاكل وترجعون سالمين ان شاء الله الى مناطقكم. وتدري قناة سامرة وبرنامجنا دائما حريص انه يتابع موضوعكم ويتصل بالمسؤولين على هذا الموضوع حتى ينهي وتنتهي هاي الصفحة ونبدي صفحة جديدة ان شاء الله. انا اشكر اتصالك اخي العزيز، بارك الله بيك. عزال، نعم اتصال، نعم تفضلوا. الو الو، نعم تفضل. حياك الله. الله يخليك، من ويانا؟ وياك جعفر من جوزات مضوية. زي جعفر، حياك الله اخويا جعفر. تفضل. على شو يا هي اي اني انت تفضل على الهواء. الو الو، تفضل اخي جعفر. هلا شو وياك؟ يلا احكي وياي، مو انا وياك. الو، بس نصينا التلفزيون. ها؟ بعدين خلي عيد الاتصال يا اخي العزيز. ايضا دا تجينا بيجي دا يسالون على موضوع بيجي، ايضا ايش وقت العوده؟ ايضا ان شاء الله العوده لقضاء بيجي ودا يبشرونه ان شاء الله قريبه باذنه تعالى. الحقيقه احنا راح نتكلم شيء واضح يا اخوان. صارت كل مناطقنا الآن مرتبطة بتحرير الموصل، الموصل من تتحرر كل هاي المشاكل تنتهي، لأن تبقى هذه الجيوب هنا وهنا هاي نظفوها الولد بخلال ساعات بإذنه تعالى. محمد من الدور، حياك الله. حياك الله، تفضل أبو جاسم. شو بعد أستاذ وليد أخبارك؟ الله يبارك بيك سلمك. الله يحفظك أستاذ وليد، عندنا بطاقة ذكية مع النازحين. نعم، صار شهر سنة وشهر من سويناها. اي وما استلمنا بها لحد هذه اللحظة، كمان نقدمها استلمنا فشل. هسا انت وين حاليا؟ في قضاء الدور. وين طلعت البطاقة؟ طلعناها بكركوك، كنا نازحين. اقول لك خاف احكي لك سالفة وخاف تزعلون علينا اهل الدور، خاف الاجهزة اللي بالدور تختلف. خاف الأجهزة اللي بالدور تختلف، هي نفس الجهاز، أنت إذا صار لك سنة وشهرين يعني ليش أكو مشكلة عندك؟ راجع بالدائرة. نتصل على الشركة يقولون تودة ثانية عافيكم ونروح على الهجرة. نروح على الهجرة مال جريدي ونتغرب. أنت الآن بما أنه طلعتها من كركوك لازم تراجع دائرة كركوك. نعم هي فاضية كركوك. قول لهم يابا هاي أنا عندي مشكلة، هذه أنت من تخليها شطلع عندك يطلع عندك راجع لو شنو شو يقول لك؟ مرفوض كتبنا فشل. بس فشل؟ نعم بس فشل. زين انت تعرف يا وجبه يا وجبه؟ الوجبه الثانيه.
الوجبة الثانية. دخذ نعم اخي العزيز، اخذ رقمي من الكنترول من صدام وارسل لي بطاقتك نعم. واسمك، وان شاء الله احنا ندز ما نقصر ان شاء الله. انا اشكر اتصالك، اشكر اتصالك، شكرا جزيلا. اعزائي المشاهدين، شوف يعني احنا من خلال برنامجنا اكثر المشاكل هي مشاكل البطاقة الذكية. يعني البطاقة الذكية حق الناس، حق المهجر. المفروض هنا كل الاخوة اللي يعني صارت عندهم مشكلة يحصروها. اكو مشكلة اللي عنده اللي ماخذ نسوان اثنين، اكو صارت مشكلة اللي عنده مثلا وكالة، صارت مشكلة بالتأخير، بس مال واحد صار له سنة وشهرين وما طالع له. الناس اخذت مليون واخذت مليون واخذت 250 وهو وجبة ثانية، والان وصلت وجبة 14 او 15. فهاي الناس هم حقها تريد يعني توصل الى شيء مثل الناس. معاي حسين اتصال، تفضل ابو علي. علي السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله، هلا اخويا. عيوني بس على مود البطاقه الذكيه. نعم. انا في سليمانيه، كل ما اروح لهم يقولوا لي انت ما مشمول، انت الديالة ما مشمولين. شنو ما مشمول؟ انت شو وقت طلعت البطاقه؟ والله انا ما مطلع بطاقه، يعني اروح اسمه ويجيب الحاسبه ويقول انت الديالة ما مشمولين. انت ايش قصا لك بسليمانيه؟ والله تقريبا بدايه 2014 انا طبت سليمانيه. لا قديش ما سويتها؟ والله سويتها، كل ما اروح ادب معامله، تقريبا دبيت خمس معاملات، وبعدين يقول لي انت ما مشمول، طلع اسمي بالحاسبه ويقول انت ما مشمول، انت الديالة ما مشمولين. نفس الحاله، هم دز لي اياها وان شاء الله بكي نشوف قضيتك. دز لي اسمك ودز لي رقم البطاقة أو رقم الأحوال الشخصية. أنت بما أنه ما عندك بطاقة، حتى المواطن عم يشوفنا ما عنده بطاقة، يدز رقم البطاقة الشخصية أو الهوية الشخصية، حتى لو يدزها على الاس ام اس على قناة سامرة ونشوفها إن شاء الله. دز لي إياها. أشكر اتصالك، شكرا جزيلا. أيضا أكو يعني نقطة مهمة ذكرني الأخ بها هنا. احنا الحقيقه اصبح قرار الان من مجلس محافظه صلاح الدين بالنسبه للايجارات اخوان. يعني شوف احنا نتكلم على موضوع الايجارات الان في اقليم كردستان، يعني حكومه الاقليم جزاهم الله الف خير، الناس المسؤوله بهذا المكان يعني حددت الايجارات. يعني كان البيت مثلا ب 600 دولار ب 700 دولار، الان البيت ب 500 الف 400 الف 300 الف حسب الحجم ماله، اكو 100 اكو 80 اكو 125 اكو 200 متر. محافظة صلاح الدين، مجلس المحافظة أيضا حدد موضوع هذا الشيء، أنه البيت الطابق واحد 400-300 ألف، والبيت الطابقين 500 ألف. فأكو ناس الحقيقة ما عدا هاي المبالغ. لذلك إحنا نتمنى من الأخوة اللي الملاشة على قولتهم شوي هلا هلا بهاي الناس، لأنه الناس تعبت. حتى الآن الموظف أخوان، حتى يكون عندكم يعني فد شيء من المعلومة، أنه حتى الموظف الآن ترى راتبه مدى يستلمه باليوم المحدد. يعني الآن كل الناس يوم 27-28، أتذكر حتى 25 التربية ها ينطوهم الراتب. هسه ماكو هذا الشيء، يعني وصلوا يوم 5 يوم 10 بالشهر الجديد وماكو راتب. لذلك يا أخوان شوية هلا هلا بالناس، بيوتهم آجارهم، لأن الدنيا شوية صعبة. العراقي مر بمحنة، ونتمنى إن شاء الله هاي المحنة تنزال عن بلدنا ونعدي منها ويصير عراقنا أحسن عراق. واتمنى ان شاء الله، واحنا ده نسمع بالاخبار كل الناس تقول يجي يوم من الايام ان شاء الله تتمنى، هوايه يتمنون ان يعيشون بالعراق، وهذا نتمنى حلم ان يتحقق ان شاء الله. اكو اتصال. ابو عبد الله من سليمان بيك، تفضل ابو عبد الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شلونك استاذ؟ الله يخليك ابو عبد الله، تفضل. استاذ عندي على مود شو اسمه طلاب هسه ما يخلصهم على مدارس كركوك، يقولون ارجعوا لدياركم، هسه ما يرجعوا لنا مع ديارنا، شو نسوي بهالحاله استاذ؟ انتوا وين حاليا؟ حاليا بكركوك قاعدين. يعني شنو ما يسجلوهم بالكركوك؟ لا والله ما يسجلوهم، يقولون ارجعوا لدياركم، وديارنا عم ترجعوا لنا، شو سوينا هسه وين نروح؟ زين هاي القضيه مو انتهت انه محافظة صلاح الدين، إدارة المحافظة نهت هذا الموضوع مع السيد محافظ كركوك أنه لنهاية السنة، هم نقول على بداية نصف الثاني تخلص نصف السنة، هم يعني الأمور زينة. ليش يعني هذا قرار
والله استاذ الله على اساس هذا القرار صحيح، بس شو ما يطبقونه يعني. يا مدرسة انت، يا مدرسة ما قبلت، يا مدرسة كرتوا بلا ادري، يا مدرسة انطيني اسمها. مدرسة الفردوس مال مدرسة الفردوس هاي شنو ابتدائية هاي؟ ابتدائية. يا منطقة؟ منطقة حي النصر. ماشي اخي العزيز، ان شاء الله خير. ماشي اخي العزيز. اعزائي المشاهدين ارجو من الاخوان انه يتصلون، يتصلون على ارقام الموجودة اسفل الشاشة، لانه ما نقدر نجاوب على هذا التليفون الموجود هذا، بس ناخذ من عند الاس ام اس او الامور اللي يريدوها. اكو ناس هسه الان ما تقدر تحصلنا، يجوز يصير زخم بالخط. اعزائي المشاهدين نستمر وياكم، بس خلينا نشوف هذا التقرير. الحقيقه عد زميلنا سجاد الخفاجي من الحله، حتى نكون بكل مكان، في بغداد، في الحله، في اربيل، بالبصره، بصلاح الدين، بكل مكان احنا نشوف مع المواطن، وان شاء الله ما راح نبخل عليه في كل شيء. طبعا عائله مسكينه، رجل ابو البنين، يعني من عائلة محدودة وفقيرة، وتتمنى أن تكون هنا مساعدة من كل الناس الخيرة. خلي نشوف وياكم هذا التقرير اللي أعد زميلنا سجاد الخفاج. فقير في بلد الخيرات أقعده المرض، وأصبح عاجزا عن العمل، يشكو همه لرب الرحيم لا ينسى عباده. جلس في البيت ينتظر معونة من بقي بقلوبهم بقايا رحمة، ليمنحه بضع آلاف تحاول سد احتياجات منزله ومتطلبات أبنائه المحتاجين، وإسكات جوع بطونهم لتغفو عيونهم البريئة مرتاحة بعض الشيء، على أمل أن تصحو على فجر يوم يحمل معه رزقا يأتي بيد والدهم المتعب. والله أنا رجال معوق، رجلي معوق يعني، رجلي فرد مرة غاديات، وما عندي حال، تعبان وبيت يعني تجاوز وآجار، وما عندي حالتي تعبان، أريد يعني من الله والناس الخيرة تساعدني. اي والله، وهالشوفون يعني باكم، ولا اقدر امشي ولا اقدر هاي، ورجال مريض وعدي عجز وعدي هاي يعني فرد مرة غادي، ايجاري 100,000. اي والله، وهالشوفون حالتي، هاي جهالي وهاي اني يعني نطلب. عدي 2 بنية وولد، اني والله على الناس الخيرة عايش، عايش على الناس الخيرة تطيني ترحمني، يعني ناس عايشين للخمسة وعايشين للعشرة وعايشين للهيج تطيني، يعني الناس الخيرة يعني شوفني أنا ما أقدر أمشي ما أقدر هاي، وناس تطيني يعني تدفع لي نص الآجار، ناس يعني ما عدي حالتي تعبانة، ونطلب الرحمة من الله سبحانه وتعالى، ما عدنا غير بس رب العالمين. أنا أريد يعني سبوبة دعش بيها، مثلا ستوتة فشي دعش بي، يعني هاي اللي أريده من الناس الخيرة والله سبحانه وتعالى، هاي العدي. مبلغ في عيون الكثيرين لا يساوي شيء، لكنه بالنسبة لها صخرة جاثمة على صدرها، بمثابة نوبة وجع تنتابها كل شهر مع حلول موعد دفع بدل الإيجار لجدران وسقف بسيط يأويها وأطفالها وزوجها المريض. والله احنا ما عدنا يعني، حالنا حيل تعبان، ورجلي رجال معوق يعني ما عنده، يا دوب يدبر لنا العيشه زين، لو لا يعني ماكو، حالنا كلش تعبان، وانا اطلب من الوادم يساعدني ببيت، يساعدني بشغله يعني يشتغل بيها زوجي، ستوته فشي ما عندنا يعني،
أنا جراسي الشهر أظل حايرة بي، يعني أناخ هذا وهذا يا دوب أجمع لنص الآجار أطيل الرجال. البيت تعبان ويخر علينا بالشتاء، نقعد يم الجيران، عشان نسوين نروح نغرق إحنا بالشتاء، وين نروح لعب؟ نطلب الناس الخيرة تساعدنا، بلكت الله شي تشوف العالم شي تقدر تساعدنا. أنا مطلوبة مال شهرين وهذا الرجال واقف يمي والحسين الشهيد ما عنده أنطي، وحايرة بالمئتين مين أجيب الهيار، وانتم هسه شفتوا بعيونكم هو واقف يمنا يرد الآجار. زين وأنا حايرة والله جاية تشهب منه ومنه في سبيل أدبر له ما عندي، وأنا ربع دينار هسه ما أملك ببيتي. طفلة تركت جدران المدرسة قبل أن تملأها فرحة الزي المدرسي وحقيبة الظهر، والسبب هي حالة مادية ضعيفة جدا لم تمكن الوالدين من جعل بسماتها تنتشر في ساحة مدرسة مع فتيات بعمرها لتضيع مع الفقر أحلام وردية. عند ابنية وعند أولاد، أولاد عمرها سنتين والبنية عمرها 9 سنين، وهسه تبشي تريد للمدرسه ما عاد ارجعها، سجلتها وبطلتها، يعني تريد مصاريف ما عاد اجيب لها، منين اجيب لها؟ اي تريد مصاريف، يعني هسه بالمدرسه ما اريد مصاريف، انا ما عندي اكل دور اسجلها بالمدرسه منين اجيب لها؟ الطالب يريد القلم ويريد شو اسمه منين اجيب لها؟ صاحب الدار الذي يسكنه اكد لعدسه برنامج هموم الناس مدى صعوبة الوضع الذي تعيشه هذه العائلة، مؤكداً أن هنالك الكثير ممن يعيشون بالوضع ذاته لكنهم بعيدون عن أضواء الكاميرات، مطالباً بأن تلتفت الحكومة لهذه الشريحة المعدمة والتي زاد عددها بصورة ملحوظة في الآونة الأخيرة. شهر يعني 50,000 75,000 هي قصدي يعني 25 تقصيد تصير شغله، وهم كلش تعبان هسه لو يحصل له قطعه ارض لو يحصل له شقه، والدوله يعني دوله عندنا احنا خير من الله، العراق العظيم هذا نفط هو بالنفط هذا، يعني الفقره هوايه العراق صار لنا 13 سنه وين ما تروح عندنا فقره، هسه منطقه النبيه تقريبا فوق 10 من 10 تعبان يفدنا. لبرنامج هموم الناس سجاد الخفاجي محافظة بابل. شكرا لزميلنا سجاد على هذا الحقيقة التقرير اللي يعني احنا هذا دائما نذكرها اخوان، يعني زميل سجاد حتى تكون انت يعني على اطلاع، دائما اذكرها اني في البرنامج نقول هذا بلد الخير، بلد النخيل، بلد النهر، نهرين الدجلة والفرات، هذا حال العراقي ما عنده قاعدة بيت خربة ب200,000، يعني حتى ال200,000 ما يقدر يجيبها هذا المسكين مع كل الأسف. الحقيقة ينضم معي أبو البنين، حياك الله أخويا العزيز، السلام عليكم. السلام ورحمة الله. أبو البنين يعني الحقيقة شفنا تقرير، بس نصيل التلفزيون حتى احكي وياك الله يخليك. يعني الحقيقه ذكرت موضوع وزوجتك ذكرت انه البيت مأجري ب 200,000، يعني هو غرفه وبيه حصران وتعبان، يعني ايش دعوه ب 200,000؟ مو 100 اجاره 100,000. اي 100,000. زين انت شلون يعني عيشتك؟ شلون تدبر هذه المية وانت رجل مقعد؟
تفضلت. العالم العالم ساعدني، العالم بطيني، العالم يعني الشغل ما زعل فيه ما زعل لا عايش. يعني الحقيقة الزميل المخرج أكو لقطات لو يطلع لي إياها، الحقيقة إحنا تأثرنا ببنتك، يعني ليش ما تخليها بالمدرسة خطية وتنحرم من التعليم؟ ما عندي. ما عندك؟ ما عندي، أنا ما عندي حتى ما أقدر. إحنا إن شاء الله أخي العزيز إن شاء الله من خلال قناة سامرة، شوف قناة سامرة إن شاء الله تجيكم وأنتم بالبيت، إن شاء الله الناس الخيرة موجودة، ما راح أقول لك المسؤول، المسؤول الآن ملتهي بنفسه. لكن ان شاء الله الناس الخيره، الناس اللي تريد وتبتغي مرضات رب العالمين ان شاء الله ما راح ينسوك باذنه تعالى. الله يعافيك. زين انت الان، انت الان شلون بدك تطلع الشهر؟ شلون بدك تاكل؟ يعني اكو ناس يجوز يعني لو تجيب لك الناس، لو انت اذا تجيب لك الناس تاكل، ما تجيب لك ما تاكل. اي والله ما عارف. انت شنو انت شنو عندك؟ عندك شيء مرض عندك؟ مرضاني الدرب وعندي عجز. عندك عجز؟ ايه عجز بالقلب. هسا انت بالنسبة لكم منطقتكم ايش قد تقريبا البيوت اللي حواليكم بها 200-300 بيت؟ ايه. ما يحاولون يساعدوكم شوية؟ انا تتبنى يعني تساعدنا بس مو واجد يعني ما تساعدهم تعبان. نعم أخي العزيز أبو البنين، إن شاء الله قناة سامرة وبرنامج هموم الناس إن شاء الله معاكم، وإحنا راح نبقى وياك وراح نساعدك بإذنه تعالى، وإن شاء الله ما راح ننساك بيوم من الأيام. الله يعافيك. أنا أشكر اتصالك، شكرا جزيلا، بارك الله بك. يعني أعزائي المشاهدين، هذه الأمور اللي إحنا نتكلم عليها والله هي بسيطة مو صعبة. الآن أكو كثير من الناس تتصل بي يقولون والله إحنا يعني من مكانات بعيدة، يقولون احنا نريد نودي زكاة او صدقة بس ما نعرف فين، لكن نشوف من خلال الشاشة اكو كثير من العوائل محتاجة جزاهم الله الف خير، ودا نوصل هذه المبالغ. يا اخوان احنا خلنا نكون شوية نحرك انفسنا، هذه التقارير حقيقة مؤلمة، يعني دا نشوفها جزاهم الله الف خير مراسلينا واخواننا الويانا بقناة سامرة يروحون يهدؤون مخاطرهم، و الحقيقة أتمنى إن شاء الله أن تكون مساعدتنا مو فقط يعني مبالغ أو مثلا مجموعة من مثلا تمن وطع، لا، أن نبقى وياهم حتى نخلي لهم أمل بهذه الحياة، وهذه أمنياتنا، يعني أنا أتمنى إن شاء الله. إذن أعزائي المشاهدين خلوا نروح وياكم فاصل ونرجع مرة ثانية حتى نبقى ما تبقى من الوقت من الاتصالات. اهلا بكم اعزائي المشاهدين، ما تبقى من الوقت حقيقه ناخذ كم اتصال. اتصال معي، نعم تفضلوا. السلام عليكم. حياك الله اخي العزيز. انا سعيد احمد المحتفظ. تفضل اخي سعيد. اذا مو احنا عندي قبل 4 أشهر 5 أشهر هيك سويت ملعوده. نعم. اي والله ونتظر على اسمه تابع هذا فما يقولوا لنا السماء. انت وين بيا مكان؟ انا بناحيه المعتصم. هسه حاليا بالمعتصم؟ اي. مو انا حكيت ببدايه البرنامج قلت اكو هيك يعني اخبار، بس احنا حقيقه ما تاكدنا انه اللي رجعوا وسووا معاملات عوده راح ينطوهم مبالغ، بس بعد ما تاكدنا من هذا الموضوع. ان شاء الله خير. اشكر اتصالك، شكرا جزيلا. ابو احمد. تفضل ابو احمد. حياك الله ابو احمد. شو صح الامور؟ الله يخليك يبارك بعمرك. ابو استاذ وليد عيني زين مخي مالتي نبي مالية. نعم. واريد اساعد ابو بنين، شلون ارسل له مساعده؟ راح ادز لك رقمه ان شاء الله، بس اخذ الرقم مالي من الكنترول ودز لي رساله قول لي انا اريد الرقم مال ابو البنين وادز لك اياه الرقم حتى تتخابر انت وياه ان شاء الله. لان اخويا عراقي هذا. عافيه. هاي الشيء هي هاي الشيء ما احنا بدنا نشتغل عليها، ترى هي هاي المحبه هاي اللي تربينا عليها. الله يجازيك خير. اشكر اتصال. نعم. انا نازح وقاعد بخيم ما تقدر تصير فيه شو اخوي العراقي تصير فيه. اي هو طبعا هو النازح والفقير اللي يبكي على الفقير مو الزنقين. والله هذه تعبيه انا اكثر من الزوق على كلام ابو ولي.
بارك الله بيك، بارك الله بيك وجزاك الله ألف خير. على راسي، على راسي استاذ وليد. الله يسلمك، بارك الله بيك. هذا اللي نحكي عليه. إبراهيم تفضل. أخي إبراهيم تفضل. أخي إبراهيم أبو إبراهيم. أبو إبراهيم تدري شلونك؟ أبو إبراهيم حياك الله. أبو إبراهيم الله يبارك بيك. أنا مطوش مطوش. إيه تفضل احكي أسمعك. الكرة دي كان على شمال شمال أمريكا. نعم. ما دا افتهم شيء. عاود الاتصال، حاول مره ثانيه تعاود الاتصال اخي العزيز. اعزائي المشاهدين الحقيقه احنا نستنتج من كل هذا الشيء. ابو جنات اخر اتصال. تفضل ابو جنات. من الموصل تفضل ابو جنات. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. حياك الله اخي العزيز. الله يعزك الله يسلمك. عندي والدتي الرعاية الاجتماعية. نعم والدتي والدتي الرعاية الاجتماعية صار تقريبا اكثر من سنة ما مستلمة. ايه ولحد الان سوى تحديث ورحنا عليهم انت قالوا لحد الان الرعاية ما اعرف مكانها وين مكان الرعاية. انت وين هسه بيا مكان؟ والله احنا بربيل. بربيل؟ اي نعم. اخي العزيز حاول مره ثانيه تروح للدائره شوف ليش السبب ما يطلع التحديث. المشكله المقر مالهم ماكو يعني قالوا حتى ما لقى المكان. هم مكان اجار وعايزين المكان هسه. حبيبي هذا المكان بشارع 60. شارع 60؟ ايه اسمعني ابو ابراهيم اكو مول اسمه سيتي سنتر مقابله بالضبط. وين؟ بشارع 60 اكو سيتي سنتر مول. سيتي سنتر مقابله هي دائرة البطاقة والمهجرين. انا اشكر اتصالك بارك الله بك. اعزائي المشاهدين الحقيقة احنا برنامجنا دائما اتمنى اكون معاكم واتمنى ان شاء الله ان تنحل كل المشاكل. برنامج هموم الناس برنامج كل العراقيين. اتمنى ان شاء الله ان يعم الامن والامان بعراقنا وما يبقى مهجر وفقير. وقتنا انتهى. أشكر زملائي في الاستوديو زميلي المخرج عبد الرحمن الراوي زميلي فوزي وصدام وكل الأخوة. حتى ألتقيكم بحلقة جديدة تقبلوا تحياتي وإلى اللقاء. We'll be right back.